مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة سنكون مع ضيف جزائري برع بكتابة الشعر وأوقف له مساحة واسعة من حياته، من خلالها يفتح نوافذ أمل ودهشة على قلوب من يحب، وكذلك يبعث في روحه طمأنينة في كل نص يكتبه. عبر سكايب من الجزائر معنا الدكتور الشاعر عبد القادر مهداوي. حيا الله دكتور عبد القادر، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. يا أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا بلقائي معك أستاذ مصطفى. نحن الأكثر سعادة دكتور عبد القادر. في البداية وقبل الشعر، حدثنا عنك قليلا في حدود ما تحب أن نعرف عن دراستك الأكاديمية، واقعك التلفزيوني الإعلامي، واقعك كذلك التعليمي، وما تحب أن نعرف عن عبد القادر مهداوي، تفضل. يزيد فضلك أستاذ مصطفى، أنا دكتور أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية في جامعة بازا بالجزائر، أشتغل بالنقد منذ قرابة 20 سنة. ما شاء الله. النقد الأدبي وخصوصا نقد الشعر العربي وغير العربي، وأحاول أيضا منذ مدة أن أكتب نصا شعريا يليق بتطلعاتي، أولا كمتابع للساحة الشعرية العربية، وثانيا كمشتغل على النص الشعري نقدا وتمحيصا ومقاربة. جميل جدا. إذن دكتور عبد القادر، كما توقعت وتنبأت في بداية الحلقة، فأنت شاعر لم يغب عن المجال الإعلامي كونك شاعرا وناقدا أيضا. عن العلاقة ما بين النقد والشعر وقد جمعت بينهما، رأيك في هذه العلاقة، تفضل. الكثير من ذواقي الشعر يقولون بأنه على الناقد الشاعر أن يترك في كل مرة أدواته النقدية من أجل أن يكتب نصا شعريا حقيقيا، في حين أن كل من يشتغل بالنقد الحقيقي ويعرف ما يرومه حقا هذا النقد سيجد جسرا يمتد بين النقد الأدبي وبين النص الشعري، بحيث أنه يمكن المزاوجة بين المعارف النقدية عند الناقد الحقيقي طبعا، وبين قدراته على صياغة نص شعري يحاول أن يتمثل ما تريده الرؤية النقدية التي يعيش في محيطها. نعم، هناك دكتور عبد القادر من ربما يقسو على شعراء المغرب العربي بشكل عام، أو الأدباء بالمغرب العربي بشكل عام، ويقول إنهم أكثر إبداعا بالسرد منه في الشعر، كيف تعلق على ذلك؟ أنا أعتقد بأنه هناك دائما جدلية الشرق والغرب. نعم، وهذه الجدلية قديمة وضاربة بجذورها في عمق التاريخ النقدي العربي، لكن أنا أستطيع أن أقول لك أن أهم ما يعترض هذه المقولة هو أن التجربة الشعرية في المغرب العربي هي بحاجة إلى ذائقة مغربية لاستنكاهها. يا سلام. بمعنى أن الأهواء الذوقية المغربية قد تختلف، أنا أقول قد تختلف إلى حد بعيد عن الأذواق المشرقية إزاء النص. نعم. الشعري. لذلك فمثلا ذواقو الشعر هنا في المغرب العربي عموما، يمتلكون تجارب خاصة حول مفهوم الشعر عندهم. نعم. وهذه التجارب مرتبطة بطبيعة حياتهم، مرتبطة
كل ما له صلة بهم كمتذوقين للجمال. ومن هنا تبرز هذه قيمة هذه الجدلية، بحيث أنه المغاربة عموما يتذوقون الشعر المشرقي. أنا لا ألوم المشارقة على أنهم لا يتذوقون الشعر المغربي، ولا ألوم المغاربة على أنهم لم يطوعوا تجاربهم الشعرية وأذواقهم الشعرية على ما ينبغي أن تكون عليه وفق الذوق العربي عموما. ولكن هذه طبيعة العملية الإبداعية. أحسنت. ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع كما يقال. اقرأ علينا القصيدة الأولى في هذه الإطلالة الرفيعة الدسمة التي تبشر بالكثير من الجمال الشعري. تفضل دكتور عبد القادر، نحن نسمعك. حاضر، سأقرأ نصا غزليا ربما. تفضل. يزيد فضلك. لارا، كانت تؤثث شرفة الكلمات، توقظ أبجدية نهدها برق المجاز فيقدح المعنى ويعرج مثل صوفي حطام. لارا تفتح نجمتين صغيرتين على سياج القلب، زوبعة إذا مرت خطاها قرب نافذتي تطيرني لأندلس وشام. لارا غناء الريح في وجع القصب، غمازتان تلقنان النار درس الرغبة الأولى، نبيذ الفجر يلمع في أباريق الظلام. لارا تكاد إذا تعرى الملح تنزع ثوب رقتها وتطلع قطة وحشية. ما زلت يا لارا مريضا بالمخالب، بالمواء البربري بخيبتي، وأنا أقول لرغوة الوديان نامي. في البال نحل يلسع المعنى، وأوسمة المخالب ما تزال على جدار القلب تلمع. دثريني قلت يا لارا ببرقك، جمرة طفأت وموحشة بلا نار خيامي. لارا أفيقي من رخامك، كأس هذا العمر يعرف أنني عطش ونهدك من غمام. هذا الشوق إلى الأندلس، هذا الحنين التاريخي الذي يدمج الشاعر فيه ما بين فكرة الأرض وفكرة المرأة ليخرج بلوحة يعني تشاكس المتلقي، فهو يتحدث عن الأرض بحديثه عن المرأة، وكذلك يتحدث عن المرأة بحديثه عن الوطن المفقود. هل نحن بحاجة إلى استذكار أمجاد الأندلس حتى نحاول لفت انتباه العامة حينما يقرؤون؟ الأندلس أنا أعتقد بأنها كمكان استيتيكي أو مكان جمالي لطالما أثثت بيت القصيدة العربية على مدى أجيال وقرون، لأن النص الشعري والنص الأدبي عموما هو في حاجة دائما إلى مكان، وبحاجة إلى مكان، والاشتغال على المكان هو من أهم المهمات التي ينبغي أن يشتغل عليها الشاعر داخل نصه. العثور على هذه التيمة المكانية الأندلس كانت من الاكتشافات البارعة والمهمة عند الشعراء عموما، ونحن في حاجة دائما إلى اكتشاف أقاليم ومناخات مكانية جديدة نضيفها إلى بيت الشعر وإلى أماكنه. هل الشعراء بطبيعتهم محامون عن الحق أم ليس شرطا
أن يدافعوا عن الحق دكتور عبد القادر؟ في الحقيقة هذه جدلية كبيرة اختلف حولها الكثير من النقاد والشعراء. فمثلا لو أننا ننظر إلى مثلا مدرسة مهمة من مدارس النقد وهي مدرسة النقد الجديد، ترى هذه المدرسة ويرى روادها ومن النقاد والشعراء كذلك أن الشعر عليه ألا يتخذ من أي موضوع أخلاقي موضوعا له يقدم من خلاله جمالياته. فهو الشعر عندهم ينبغي عليه أن يشير فقط إلى هذا الجانب الأخلاقي، في حين لا ينبغي عليه أن يتمثله وأن يجعله عموده الفقري أو عموده الذي يبني عليه الشعر كقيمة. يعني يتحدث عن الحق ولكن ليس بشكل مباشر وإنما بطريقة شعرية لا تخلو من المجاز وغير المباشرة. ينبغي عليه أن يشير إليه، نعم، وهذه مهمة ينبغي أن يشتغل عليها كل شعراء. إلى قصيدة جديدة دكتور عبد القادر، تفضل. نعم. درس في مادة الحب. الحب درس ليس يمكن فهمه، شكل من الأشكال يصعب رسمه، هو غامض جدا وجدا واضح، معنى يؤجل في النهاية حسمه. يا سلام. هو في التفاصيل الصغيرة حلوتي، هو شعرك الغجري حين ألمه، هو طيفك الصهران فوق وسادتي لما أحن حبيبتي وأضمه، هو طفلي الأبدي يركض في دمي إذ ليس في الإمكان يوما فطمه، هو طفلي الأبدي يركض في فمي إذ ليس في الإمكان يوما فطمه، فستانك المغرور حين شددته هو مرة حتى تمزق كمه، وقميصك الساتان يقطر وحشة من غيمة الشانيل رحت أشمه، هو زره المكسور يفرج فيك عن تفاحك الأعلى ليسهل قضمه، هذا هو الحب الكبير صغيرتي، لا شيء غير المستحيل يهمه، يعطي ليأخذ ثم يأخذ معطيا ليكون عدلا بعد ذلك ظلمه، هو حكمه فينا بأن نبقى معا، هو حكمه يا حلوتي هو حكمه. حيا الله أستاذ عبد القادر، مرة ثانية نرحب بك. دعني أذهب إلى نقاش ربما يعني يستفزك قليلا. هناك من النقاد العرب وغير العرب يتهم الكثير من شعراء العرب أنهم حينما ينظرون إلى فكرة الحب إنما هم يذهبون مباشرة إلى الجسد ويتجاهلون الروح، يتجاهلون السمو، يتجاهلون الرقي، وربما لا يكتفون إلا بفكرة الهواجس البشرية التي تشغل ربما العامة من الناس وغير المتعلمين. هل مثل هذا الوصف حقيقة محضة أم أن فيها تجني باعتقادك؟ أنا أعتقد بأنه لا يوجد فرق حقيقي بين الجسد والروح، لأنه المدارس الفلسفية التي برزت في عصر ما بعد الحداثة وما بعد الحداثة كانت كلها لا تفرق بين الشكل ومعناه، لأنه إذا كان اعتبرنا بأن الجسد هو شكل بأي معنى ما للروح فإنه يمثلها ويعبر عنها بشكل ما. نعم. وبالتالي فإنه أنا أؤمن بأنه كل ما يعبر عن الجسد هو في حقيقة الأمر هو يعبر عن الروح بشكل ما. نعم. وكل ما يعبر عن الروح لا يستطيع أن ينحو منحا تجريديا يفصل فيه بين هذين العنصرين
يمثلان في حقيقة الأمر شيئا واحدا. أحسنت. عن فكرة الأخلاق في القصيدة العربية وتعزيز فكرة العادات السمحة، لا ترى أن أغلب أو كثير من شعراء اليوم يتجاهلون العادات السمحة بمجتمعاتهم، التقاليد الطيبة، الأخلاق الموروثة؟ هل هناك حالة من حالات الانسلاخ باعتقادك، أم أن هذا القول أيضا فيه شكل من أشكال القسوة على الأدب والأدباء بشكل عام في منطقتنا العربية؟ نعم أستاذ مصطفى، نحن في الجامعة ندرس ما يسمى بالنقد الثقافي. تفضل. والنقد الثقافي يحاول أن يجيب عن هذا السؤال الخطير، يحاول أن يجيب عن هذا السؤال الخطير بحيث أنه يبحث داخل الأنساق المضمرة داخل القصيدة العربية. وأهم ما يمكن أن نستشعره ونكتشفه داخل القصيدة العربية على مدار القرون يعني التي أبدعت فيها ما أبدعت، سنعثر على أنه في غالب الأحيان قد كان الشكل الجمالي للقصيدة هو في حقيقة الأمر يحاول أن يمرر إيديولوجيات خطيرة ومضرة. وبالتالي فإنه هذا النمط الجمالي، الشعر باعتباره شكلا جماليا، إيقاعا وبلاغة وما إلى ذلك، ينبغي علينا دائما أن نتوجس منه باعتباره جمالا. أحسنت. هذا ما يقوله خورخي بورخيس، لأنه لا يمكن تمرير القبحيات إلا عن طريق شكل جمالي. وبالتالي هل يستطيع الشاعر بوعيه أن يتلمس ملامح ومكامن القبحيات داخل هذا الشكل الجمالي الباهر للشعر العربي؟ هنا تكمن مهمة الشاعر الحقيقي ومهمة الشعر. قبل أن نخرج إلى فاصل، سؤال مشاكس آخر أيضا دكتور عبد القادر. هناك من يقول إن بين الشعراء وبين النقاد أيضا من يسعى إلى تغريب ثوب الشعر العربي، فتجده فقط يعتز بالتجربة الأوروبية أو الغربية بشكل عام، ويحاول أن يتجاهل موروثنا الكبير من الأدب العربي الذي يعني تذخر به المكتبة العربية. هل فعلا نحن نعيش بزمن التغريب والانسلاخ عن موروثنا الثقافي، أم أن الأمر فيه تحاملا وفيه قسوة ينبغي أن نتنازل عنها ونجتنبها؟ دائما أجيب عن أي سؤال، حتى خاصة باعتباري ناقدا يكتب الشعر. تفضل. لدي الكثير من الشعراء الأصدقاء والذين لا أستطيع أن أجرحهم، وبالتالي ينبغي علي أن أكون دائما أحاول أن أقدم رأيا لا يدعي بأنه جازم. غاستون باشلير يقول إن الشعراء شعراء العالم كلهم، إن شعراء العالم كلهم يشتركون في كتابة نص شعري واحد. فالشاعر الهندي طاغور مثلا ساهم بكتابة حرف ربما واحد في القصيدة الكبرى العالمية الكبرى. المتنبي أيضا شارك بدوره بكتابة حرف أو ربما أكثر قليلا. وهناك شعراء آخرون يكتبون في لغات أخرى يشاركون كذلك في صياغة هذا النص الشعري الذي يعبر عن الإنسانية وهواجس الإنسانية. طبعا هناك تجاذبات، هناك صراعات، لا أحد يستطيع أن ينفي هذا، ولكن الشعر دائما يحاول أن يبتعد قدر الإمكان عن هذه التجاذبات اللا إنسانية. سنعود إليك دكتور عبد القادر مهداوي الشاعر الجزائري الجميل. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من الجزائر عبر سكايب الشاعر والناقد أيضا الدكتور
عبد القادر مهداوي، أهلا وسهلا بك دكتور. وقبل أن نكمل النقاش دعنا نذهب مباشرة إلى الشعر. سأقرأ هذا نص قديم ولكن لي حنين خاص إليه إذا سمحتم. تفضل. هذا الهوى، والهوى يا أرض غلاب، بيني وبينك يا صلصال أنساب. يا سلام، من جديد. هذا الهوى، والهوى يا أرض غلاب، بيني وبينك يا صلصال أنساب. من قبل آدم لي عرق هناك، أنا والأرض والأزل الكوني أتراب. نوافذ الذكريات الآن مغلقة، زجاجها الأسود الشفاف يرتاب. هل كان فعلا لنا تاريخ يجمعنا بالأرض، أم أننا يا أرض أغراب؟ يا أعذب الأغنيات السمرية زمنا، ذابت تغنيك للأحقاب أحقاب. ذكراك أرض الهوى، والماء غربتنا، قلوبنا شجر والشوق حطاب. يا سلام. أريد أن أدخل الذكرى فتمنعني، الذكريات مفاتيح وحجاب. السكة العمر، والدنيا مسافرة، قطارها الحب والأحباب ركاب. كانت هنا قصص الأولى، وخضر أماني البريئات أصحاب وألعاب. عش السنون، حدو الرعاة حذات المرج يملأه، كسكر النبض فجر العيد تطراب. وخربشاتي على جدران مدرستي، كم لطخت كم بحبر الدرس أثواب. وخربشاتي على جدران مدرستي، كم لطخت كم بحبر الدرس أثواب. ما زال يحضرني لليوم صوت أبي يقول بعد صلاة الصبح كتاب. وصوت تكرارنا الآيات نحفظها، والشيخ يسعل بعد النحو إعراب. في كل وقت يزور الحب قريتنا، للحب لم تشترط للقلب أسباب. وتطرق الباب، باب الدار جارتنا، فيفتح الباب من أشواقه الباب. فيفتح الباب من أشواقه الباب. وتطرق الباب، باب الدار جارتنا، فيفتح الباب من أشواقه الباب. وكعك أمي بحوش الدار رائحة، عند الصباح تغني شوق من غاب. ما زال يذكي حنين البرتقال هنا، تحنان يعرف أن الحب أواب. ابن الربيع، شتاء الحب بعد خريف شاعر، وبنات الصيف أعناب. رعد الضحى وعصافير مهاجرة، ملء السماء وملء الأرض أسراب. الله يا باهظ الأنغام، يا مطرا أهلا وسهلا، صباح العشب ترحاب. يا رعد سبح، ويا أمطار اقتربي، ويا غمامات هذه الأرض محراب. وأمطرت، ضحك الوادي وظفته، طفى على سطحها قش وأخشاب. ريش العصافير مبتل، وقوس سحاب عاشق، ورذاذ القطر ينساب على أباريق أعراس الطبيعة كي تصبه في الرؤى، فالحس أكواب. راشال حافية، والطين في قدميها، هكذا تسلق الأطياب أطياب. عيناك أم زهرتان ابتل لونهما، أم يا لحظ الندى والزهر أهداب. كنا نثرثر، كان البرق يومض في فستان راشاد، كان السحر ينتاب. أفراحنا امتزجت بالطين فامتلأت منها، إلى كل عطش الحب أنخاب. لطيننا قلق، والصحو يغلق أبواب العذارى، وللأنوار أعصاب. مرت 30 عاماً زائف أملي، وكل وعد جناه القلب كذاب.
وكل وعد جناه القلب كذاب، عسى أن تصبح هذه الوعود صادقة يوما فتصدقك بتحقيق الأماني. دكتور عبد القادر، وقبل أن نذهب إلى قصيدة من طراز العالي كهذه القصيدة وكل ما لديك جميل، قبل أن نذهب إلى قصيدة من ذات المحور ومن ذات اللون الذي قرأت، أود أن أسألك سؤالا مشاغبا قليلا. خريف الكمنجات وأنت الناقد، وربما يقول البعض وقع الناقد تحت يعني سكين المجاز، لماذا جعلت للكمنجات خريفا لا ربيعا؟ دكتور عبد القادر تفضل. تعرف شيء أستاذ مصطفى؟ تفضل. التقيت منذ مدة بأستاذنا عبد الملك مرتضى. نعم، أسألك نفس السؤال؟ نعم، هو السؤال نفسه، سألك نفس السؤال. جميل، ما شاء الله، إذا اتفقت أنا والدكتور عبد الملك. سألني وأنا أحييه من هذا المنبر الجميل باسمي وباسم كل شعراء العالم العربي، أحييه وأتمنى له صحة والصحة والعافية وطول العمر. اللهم آمين. إذن عبد الملك مرتاض مع حفظ الألقاب، نعم، ومصطفى مطر يسألانك في آن واحد، لماذا جعلت ديوانك ممهورا بعنوان خريف الكمنجات لا ربيع الكمنجات؟ نعم، أنا لما سألني الأستاذ عبد الملك أستاذنا، قلت له بأنه هناك علاقة بين الخريف وبين الكمنجات، لأنه الكمنجات هي ابنة شجرة، الكمنجة هي ابنة شجرة، هي مصنوعة من شجرة، ولكنها مصنوعة من شجرة خريفية، ولذلك يصدر عن هذه الكمنجة كل هذا الحزن، لأنها ليست ابنة الربيع وإنما هي ابنة الشجرة، ربما اشتثت في الخريف. لكن الربيع أبو الأشجار كذلك، الربيع يأتي إذانا ببدء أعراس الفصول كلها، ربما جاء الربيع ليحتضن الشجر ويعلن للورد يعني يبشر الورد بالمزيد من العطر في مواسم الضوء. الربيع كذلك صديق للشجرة. صحيح. تعرف فريدريك نيتشا يقول بأنه أجمل شهر في العام هو شهر أكتوبر، هو شهر 10. نعم، وهو شهر خريفي. نعم، يقصد الخريف. صحيح، يقصد الخريف، ويقول أنه أجمل ما في أكتوبر هو أماسيه، أمسيات أكتوبر. وأنا لاحظت أنه أمسيات أكتوبر الخريفية تعيد، هي في حقيقة الأمر هي ربيع أكثر، هي ربيع مضاعف. نعم، بحيث أنها تستطيع أن تمنح النفس والروح فرحا وسعادة قد لا تمنحها له أيام الربيع وأمسياته. بعيدا عن الذاتية، قريبا من المجتمع، قريبا من الحلم الجامعي، قريبا من الناس، قريبا من وجعهم، هذا مضمون النص الذي نود أن نستمع إليه منك. اختر لنا نصا يشتبك معك به كثيرون، يجدون به آلامهم، أوجاعهم، أحزانهم، وربما آمالهم والفجر المرجو والمنشود. تفضل دكتور عبد القادر، نحن جاهزون للاستماع إلى قصيدتك الجديدة. نعم، سيكون النص هو بعنوان خريف الكمنجات. تفضل. يزيد فضلك. طفلاني ياما قد أفاق ياما، يا ليل فافترش الخيال ونام، لتراهما الأحلام ناما، لا لكي يريا إذا ما أغفي الأحلام. في شارع التحنان شخص واحد لكنه ملأ الغياب زحام. في شارع التحنان شخص واحد لكنه ملأ الغياب زحام. طفلان صار كيف أطول قامة من وشوشات سياج حقل خزام. في جرة الدنيا هواك معتق بالراحلين لذاك صار مدام. في جرة الدنيا هواك معتق بالراحلين لذاك صار خزام. يا سلام يا سلام يا دكتور.
لم تبق من ذكرى الصبابة قطرة، فاعصر لتنقذ موتك الأيام، ومدجج بالشوق صدق وهمه، لو أنه لمس السراب لغام، بيضاء كانت بالهديل سماؤه، وغدت بغربان الغياب ظلاما. يا سلام. لم يبق في أغصان قلبك موضعا إلا وأطلق فيه منه حماما، وبكل يوم ضاع منك بليله الماضي يزيد إلى حياتك عاما. ضيعت عمرك في المحبة كله لتكون أخلد من أحب، وهاما يا سلام. أضحى عراقا حلمك ضيعت العالي. عمرك في المحبة كله لتكون أخلد من أحب. أعد لو سمحت. ضيعت عمرك في المحبة كله لتكون أخلد من أحب، وهاما أضحى عراقا حلمك العالي، وكم صارت شوامخ أمنياتك شاما. يا سلام. ماذا تركت لحزنك الآتي إذن؟ هل ادخرت لدمعه الآلام؟ يا الله. ها أنت لا أفراح فيك ولا أسى، ها قد شفيت من الحياة تمام. ها قد شفيت من الحياة تماما. حبذا لو بقيت متوسطا في جلستك دكتور، لا تميل إلى اليسار إنما تبقى في الوسط حتى تظل الصورة جميلة تماما كجمال مجازك أعتذر. وجمال إلقائك، لا تثريب أعتذر. عليك. ما شاء الله، هذا النص فيه انتماء إلى وجع أمة، إلى يعني جروح ممتدة في أجساد آخرين وأرواحهم كذلك. الشاعر صحيح. عليه ألا يكون أنانيا، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ أنا أعتقد بأن الشعر يتنافى مع الأنانية. نعم. الشاعر هو في حقيقة الأمر يعبر، شاء أم أبى، يعبر عن الإنسانية ككل. أحسنت. أقصد الشاعر الحقيقي، والنص الحقيقي هو الذي يستطيع أن يتمثل المشاعر الكبرى التي تجمع بين نعم. الناس. نعم. أحسنت كثيرا دكتور، وما زال في جعبتك الكثير من القصائد العالية التي سنستمع إليها ولا شك، وكذلك هناك الكثير من النقاش، لكن سنذهب إلى استراحة قصيرة الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل، ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر سكايب من الجزائر الشاعر الناقد الجميل جدا الدكتور عبد القادر مهداوي. دكتور عبد القادر، مرحبا بك من جديد. لقد أثرت يعني مسألة يعني شغلت وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت الوسط الشعري فترة طويلة ولا تزال، ألا وهي فكرة أو مصطلح الشاعر الحقيقي. يعني قد يتساءل كثيرون، من هو الشاعر الحقيقي؟ أتعبتمونا وأنتم تتحدثون عن الشاعر الحقيقي، تصفون هذا حقيقيا وهذا غير حقيقي. هل توفرت شروط معينة إذا ما وجدت في شاعر ما قلنا له أنت حقيقي، وإن لم توجد بآخر قلنا له أنت زائف أو مزيف مثلا؟ أنا أستاذ مصطفى، تفضل قل ما تحب، هذا السؤال ليس شراكا وإنما أريد رأيك الذاتي بذلك، تفضل. أنا اشتغلت منذ مدة حول موضوع بحث كان مفهوم الشعر أو الشعرية عند الشعراء الحائزين على جائزة نوبل. نعم. وقد أخذت نماذج كثيرة، من بينها أوكتافيو باث، طاغور، شيموس، ألكسندري وغيرهم من الشعراء الكبار، ووجدت بأن هؤلاء الشعراء في الغالب غالبا يتفقون حول الكثير من
ما ينبغي أن يكون عليه الشعر وما ينبغي أن يلتزم به، يعني بين قوسين، يعني بين هلالين يلتزم به الشاعر من أجل أن يقدم نصا حقيقيا. وكما أنني اشتغلت في بحث آخر حول مفهوم القصيدة المثالية. القصيدة المثالية ابتداء من قفا نبكي عند امرئ القيس، نعم. إلى غاية لاعب النرد لمحمود درويش، أحسن. ومرورا طبعا بقصائد كثيرة من بينها أتعرف رسم الدار قفرا منازله لطرف بن العبد، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح ثكلى ولا ترن مشادي لأبي نعم. العلاء المعري رهين المحبسين، نعم، قصيدة أبي العلاء المعري وقصائد أخرى، شناشيد ابنة الجلبي لبدر شاكر يا السياب، سلام. وقصائد أخرى أنا أخذتها كنماذج تمثل في نظري مفهوم القصيدة المثالية. ووجدت بأن القصيدة المثالية لا تنبني على قيمة شعرية واحدة، فهناك قصيدة تنبني مثلا على المشهدية أو الصورة المتحركة، نعم. مثلا عند مثلا معلقة امرؤ القيس، في حين أنه قصيدة طرف التي رأيتها مثالية تنبني على قيمة السردية، ولكن سردية شعرية لها ميزات خاصة وما إلى ذلك، صحيح. في حين أنه قصائد أخرى مثالية وأقصد حقيقية، يعني قصيدة مثلى تنبني على قيم شعرية أخرى. أنا أميل دائما إلى كتابة القصيدة المثالية، وأرى بأن الشاعر الحقيقي هو الذي يكتب القصيدة المثالية. أحسنت. ليس كل قصائد محمود درويش قصائد مثالية. مثلا قصيدة خمس رسائل إلى أمي لنزار قباني، أنا اعتبرتها قصيدة مثالية، وليس كل قصائد نزار قباني قصائد مثالية. الشاعر الحقيقي هو الذي يمتلك قدرا لا بأس به من هذه القصائد المثالية. يا سلام. والقصيدة المثالية، أنا استمعت مثلا لنصك في أمير الشعراء الذي كان عن أمك، ذلك النص يصل إلى هذا المسمى، هو قصيدة مثالية. أشكرك يا دكتور. الشعراء الآن، كثرة من الشعراء تفطنوا إلى فكرة القصيدة المثالية، لأن القارئ الآن ليس مثل القارئ قديما. القارئ الآن صار قارئا صعبا، ويحكم على الشاعر انطلاقا من نص واحد، فعلا. وبالتالي على الشاعر أن ينتبه لكل نصوصه، ويحاول دائما أن يكتب نصا مثاليا قدر الإمكان. هذه المرة عن الأمل، عن العيد القادم، عن الفجر، عن مواسم الضوء، عن السعادة التي يشترك بها الكثيرون، عن الوطن الذي يتسع للجميع، عن فكرة السلام التي ينبغي أن تكون حاضرة في وجدان كل ذي كبد رطبة. القصيدة الجديدة، تفضل دكتور عبد القادر. نعم، سأقرأ نصا فليكن عاطفيا تفضل. كذلك. نعم. إلى غلطة العمر، لن أعود إليك، فإني لدي في الهوى بعد ضعفي قلبا قويا. لن أعود إليك، أنا لم أعد بعد كل الذي كان منك غبيا. قد رضيت زمانا بعيش الشقاء، لن أحن إلى أن أعود شقيا. أيحن إلى موته من يعود بمعجزة بعد قتله حيا؟ باردت ناري اليوم، أين الجمار التي قد كوتني بحبك كيا؟ يا سلام. وانطفأت وهذا الرماد يغطي حنين شفاهي
ورجف يدي وشفيت مع الوقت من عقدي صرت بعد فراقك شخصا سويا. الدموع ندى قال للحب من قبل والجرح ورد تفتح فيا والورود وتلك الوعود التي في أغاني الهوى لم تفدني شيئا. لن أعود إليك ومهما جرى فلقد صار بعدك جرحا هنيا. لن أعود إليك لأني يا غلطة العمر سوف أعود إلي. سوف أعود إلي وما أجملها من عودة، عودة تصحيح المسار، يعني إلقاؤك عذب دكتور عبد القادر، وطريقتك في القص أيضا جميلة تسترعي انتباه من يستمع إليك. عن الارتباط بالأرض، عن الارتباط بالأرض والإنسان والحلم الواحد، رأيك قبل القصيدة التي نريدها تدور في ذات الفلك، عن فكرة وضرورة أن يكون الشعر مرتبطا بأرضه بالإنسان وبحلم جامع يجمعه وآخرين، قبل أن نذهب إلى قصيدة في ذات الفلك، تفضل. الشاعر دائما مثلما يقول غاستون باشلير في 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 كتابه الأم شعرية الفضاء، نعم، هناك دائما فضاء، فضاء ينتمي إليه، تنتمي إليه هواجس الشاعر، أحسنت، تنتمي إليه رغما عنه وتنساق إليه رغما عنه وتتجسد شعريا بالرغم عن هذا الشاعر أو عن هذا الفنان. هناك دائما جماليات فضائية، فضاء باعتباره مكانا طبعا، لا يمكن للغة أن تصير لغة لولا الأرض. نعم. فاللغة هي خام متعلق بـ 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 بالأرض ذاتها. فلا لغة لمن لا أرض له. الله. ولا أدب لمن لا أرض له. يا سلام. ولا فن ولا جمال لمن لا أرض له. أحسنت كثيرا دكتور عبد القادر. عن الارتباط بالأرض والارتباط بالإنسان نريد أن تكون القصيدة التالية ولا تنازل عن هذه الفكرة، لأن الارتباط بالأرض فكرة تخلق الشاعر وتبعث فيه روح الانتماء. تفضل دكتور عبد القادر، كلنا شوق إلى إلقائك من جديد. هذا النص هو عن رسائل الحرب. تفضل. الخبر الأول. يا ساتر. الحرب أطلال، وقفنا على إياب، وغمامة كذبت على ظمأ السراب. يا سلام. والحرب إزميل سينحت صخرة الأيام يا ابن أبي على شكل الغياب. لا شيء يوجع فيك إلا أنه لا شيء يوجع فيك من هذا العذاب. دنيا ستغرق في السراب وغائب ملأ الدروب له ملامح طرق باب. دنيا ستغرق في السراب وطارق ملأ الدروب. دنيا ستغرق في السراب وغائب ملأ الدروب له ملامح طرق باب. يا سلام. والطائرات سحابة إني أرى مطر القنابل ساقيا شجر الخراب. يا الله. خبر ثاني. هدنة. في الوردة الأولى لنا عطر أقل، في الوردة الأولى لنا عطر أقل، ولنا على الأنقاض نعناع وفل يشفى من الموت القتيل، وقد أرى أعمى سيبصر في الظلام هنا يطل. الحرب أحصنة تروض خفية فرسانها، عنق
على سيف تسل الريح والأبواب مغلقة وقناص غيابي له شبح وظل طار الحمام مع انكسار البندقية في النهاية كل معشوق يمل. خبر ثالث: من خلف قضبان الضلوع أرى القصيدة طيرا يحلق في السماوات البعيدة، والأرض تقدحها القنابل أسفل المعنى فتلمع مثل أحزان جديدة. المظلمون يراقبون الحزن من أعلى قلاع الليل، والضوء الطريدة باعوا القيامة خلسة في نشرة الأخبار والمنفى المعلب في الجريدة. قنصوا البريق وغادروك هناك تنزف ظلمة من غير أحزان سعيدة. يا الله، هذه الغمامة لي وهذا الزرع زرعي، أمطرت كم أمطرت حتى جف نبعي. هذه الغمامة لي وهذا الزرع زرعي، أمطرت كم أمطرت حتى جف نبعي. نهر من الناس الذين تبخروا مني رضوا بشتاتهم من أجل جمعي، لما ظننت بأنني أبكي بلا سبب حقيقي هناك بكوا بدمعي. هل صرت وردا ذابلا في مائهم جذعا يحاول غصني المخضر قلعي، أم صرت جنديا له جسدان يقتتلان في لكي يقيما في شرعي؟ خبر أخير: يتجادل الجلاد فيك مع الضحية، من منهما في نصره خسر القضية؟ هل مت حقا بالنيابة عنك كي تبقي على جثث الضحايا فيك حية؟ يا سلام، لتموت. هل مت حقا بالنيابة عنك كي تبقي على جثث الضحايا فيك حية، لتموت كل صبيحة في جثة وتكون قاتلها المظفر في العشية؟ قلت البلاد هي الأقليات، قلت هي الشتات، وأنت وحدك أكثرية. هذا غباء عبقري أن تحكم في مصيرك عبقريتك الغبية. أحسنت كثيرا دكتور عبد القادر مهداوي، ضيفنا من الجزائر، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة. شكرا جزيلا لك على تشريفنا. شكرا جزيلا أخي مصطفى، أنا سعيد جدا بلقائي معكم ومع فريق قناتكم الجميلة الرافدين، وعلى أمل أن ألقاكم في فرصة أسعد. شكرا جزيلا لك. أنا ممتن لحضورك البهي ولإطلالتك المشرقة، وأشكرك شكرا جميلا. شكرا جزيلا لك شاعرنا دكتور عبد القادر مهداوي من الجزائر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء وإياكم، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا في أمان الله.